بيكم في قناة ماما كويسين بسمني مبسم مكنونة بالصلصة اما بنها. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم وجبة الفطور متاعي والعشاء. ان شاء الله باش نعمل مكرونة بالصلصة بالحمل علوش الفطور، وباش نعمل شوربة للعشاء، وباش نعمل معاها مسليطة. باهي هاكا حطيت الزيت، هاكا بزيت زيت هذيك في الطنجرة معناتها للمقرونة، والاخرى شوية برك زيت حكاية مغرتين للشوربة. انا راني نخلط زيت زيتونة وزيت اختانية مع بعضهم. باهي توا باش نبدا. عندي قرنين فلفل باش نقليهم، ديما هاكا الكسكسي ولا مقرونه بالصلصه ولا روزة كماذا بيا نقلي قرنين فلفل نحيهم عجلب في نفس الزيت، وبعد نبدا نفوح نحط البصل وكل شيء ونبدا نقلي على روحي. بمقرونه بالصلصه التوانسه كلنا نعرفوها بالطبيعه، وهذه المقرونه الاصليه باش نعملها بالحمص وبالبطاطا وباش نعملها فل. هذه مقرونه امي الله يرحمها. بالطبيعة كل امرأة وعندها طريقتها في الترتيب، صحيح كلها مقرونة بالصلصة مثلا، اما فما اللي تعملها في الفلفل حار، فما اللي طيب بالزيتونة، فما اللي تعملها بزيت ثوم، كل واحد كيفاه. المهم انا اليوم حبيت نوريكم طريقتي في ترتيب المقرونة والشوربة. توا هوكا حطيت شوية البصل باش نحط شوية للشوربة ونحط شوية للمقرونة. انا ديما كي نطيب ديما نطيب حاجتين ولا ثلاثه ساعات اربع حاجات مع بعض، ماذا بيا نطيب نتاع نهاري، ما نخليش روحي كل يوم وانا شاده نص نهار كامل الكوجينه طيب في فطوري وعشي. او كان نعمل نتاع نهارين ولا ثلاثه ايام باش نرتاح روحي، الاكثريه نتاع نهارين نعمل فطور وعشاء فطور وعشاء. باهي هاكا عندك بيه البصله تقلى، باش نبدا عاد توا نحط شويه اللحم. باش نحط في الطنجره المقرونه للشربة نحط لحمة واحدة، خاطر منحبش تجيني قوية الشربة وهكا غامقة ومزيتة، حتى تفويحها من بعد مش باش نكثر، باش نحط شوي شوي. وبالطبيعة المقرونة بالصلصة هاكا يلزمها كل واحد عنده لحمته حسب افراد العائلة، احنا ستة في العائلة هاكا كل واحد عنده لحمته. وكما قلت لك من قبيل ديما نطيب نتاع نهايرين، خاطر بصراحة ماذا بيه ديما واحد عنده حويجة في الفريجيدير، ما بقاش كل يوم هكا يعدي نهايرو في الكوجينة. او كان عنده صابون، كان عنده مسحان، كان عنده مثلا خرجة باش يمشي قد ورقة باش كارفور يقضي، او تبدا عنده حويجة في الفريجيدير ما يبقاش يخمم باش نطيب باش نطيب ويتعطل وقضيته تتعطل. الحاصيل وتوا هيك الشوربه كيما قلت لكم، حطيت لها مغرفه نتاع قهوه طماطم، مغرفه نتاع قهوه فلفل، وشطر مغرفه كركم، وشطر مغرفه ملح، وشطر مغرفه تابل، ولا نخليه يتقل ولا شيء، نصب عليها الماء، نحبها لونها فاتح هكاك كاين عليها زعره دوبه فيها طماطم. وتوا تشوفوها كي تطيب من بعد محليها خفيفه، حتى في رمضان نطيب هكاك. تو اللحم نتاع المقرونه بالصلصه هاكا تقلى شويه باش نبدا نحط الطماطم، باش نعمل حكايه اربع مغارف طماطم ونفوحها. زيد نخلي كان الفلفل من بعد شويه، نخلي الطماطم تتقلى ساعة مليح مليح باش نحك القروصيه نتاعها ما تجينيش من بعد قارصه، ومن بعد نحط لها الفلفل. الطماطم انا نستعمل تيباري التنواري هيك، بصراحه انا تعجبني هذايا، معناتها لونها باهي وتجي ماكلتها زاد لونها باهي، ما تجيش شكلي كحله الماكله، تجيني لونها اورانجيه محسوب باه. الكركم على راس المغرفه زيد محسوب اشطير مغرفه، التابل كيف كيف، والملح كل واحد وكيفاش يحب، حاجه مالحه على الاخر ولا استنس بالملح نتاع طنجرته، معناتها كل واحد كيفاه. ونحاول نقليهم شويه ودوب نصب لهم شويه ماء باش تتحلك الطماطم، هذيك فلفل اكحل حطيته. وكما قلت نخليها شويه ومن بعد نزيدها مغرفه الفلفل ونحط طريقات الرند. ان الرند من ناحيته مجنينه عندي شجره الرند، باش نحط الرند لما حاله هو كي يبدا شيح خير، انا ما عندي شي حطيت الاخضر، حتى الاخضر يفوح زيد خصوصا كي يبدا من الجرد. هاكا تو تقلت الطماطم شويه باش نحط مغرفه الفلفل زينه، مش باش نكثر خاطرو حار وانا بنتي ما ياكلوش الحار، مغرفه واحده حطيت. لا اله الا محمد رسول الله. والحمص كما قلنا هذاك لازم، راني مش ديما نعملها هكا، راه تقولوش بس ما تعمل بالحمص والبطاطا، لا نعمل مقرونه بالصوص بولونيز، نعمل مقرونه بالشامبينيون، نعمل مقرونه زهره. اما هذه المقرونه عاد تربينا عليها مقرونه الوالده، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها.
إله إلا محمد رسول الله. حطيت شوية ماء حركتها وباش نخليها الزيت تتقلى شوية وبعدها نوريكم وين وصلت به. أخذ لونها كيفاش حمرة محلاها. طبعا باش نزيدها ورقات الراند كيما قلت لكم راند أخضر، والماء نحاول نقسمه على مرتين ولا ثلاثة لين تتقلى الطماطم بالكدا بالكدا. وفي الاخر باش نحط لها راس ثوم ومعاها شويه تابل. قبيله حطيت الشعر مغرفه ومن بعد نزيد الشعر مغرف. هكا الشوربه نتاعنا بدات تغلي. حطيت لها شوربه مرمز، ساعات نعمل شوربه شعير وساعات شوربه مرمز. بيتو رجعنا للمقرونه، طب باش نزيدها شويه ماء ونخليها تطيب على راحتها. قدرة ربي في رمضان اتو نحاول نشارك معكم الريسيت نتاعي كل يوم ويوم، ونحاول نهبط لكم فيديو هاكا باش نجيب لكم افكار شنو طيب في شقان فترة، خاطر نعرف النساء كل في رمضان يحيروا. يبدو بالشربة والبريك والسلطة حاطين في مخاخهم والبلا برانسيبال تقعد تخمم شنو نعمل شنو نعمل. هاكا انا نحضر الطاولة متاعي ونوريها لكم، واختاروا منها الحاجة اللي تعجبكم تطيبوها النهار اللي بعد. توا المقرونة متاعنا قارت الزيت متاعها قريبة تطيب، حطيت لها كعبة البطاطا وباش نحط لها ثوم ودوبا تيب كعبة البطاطا نطفي عليها وهكاك تكون حاضرة. نحركها شوية باش الثوم هكا يدخل كله في اللحم ويتفوح. ريتو ما فيهش برشا ماء، ما نكثرش لان الماء نحبها تكون عاقدة على الاخر. وتوا باش نتعدل الشوربة كيف كيف، باش نحط لها شوية تكرافس. ريتوها الشوربة متاعي كيفاش فاتحة هكاك نحبها تكون خفيفة خير. الشوربة بنتها هكاك نكمل نحط لها شوية ثوم وهكاك تزيد شوية وتحفي. توا كي الصوص نتاعنا حضرت المقرونه سمتها فل، وباش نبدا نخلطها ناخذ شويه تاك الزيت هذوك نبدا بهم من الاول باش من بعديك تجيني المقرونه كل كعبه وحدها ما تلصقش الزيت هذاك خليها ما تعجنش حتى كي تبقى ما يصير لها شيء. توا هكا حطيت كيما قلت لكم بديت نحرك وزدت شويه ونكمل نحط لها بقيه الصوص ونحركها بالكدا. وتو نزينها ونحطها في تبسي ونزينها نحط لها البطاطا ونحط لها الحمص وقرنين الفلفل وتراوها كيفاش جات مزيانة. وبقدرة ربي باش تعجبكم طريقتي في المقرونة، وتعودوا تتبعوني كما قلت لكم في رمضان نحاول نعمل معاكم لي ريسيت هذوما المشخشخين المقرونة والكسكسي والرز بالصلصة ورز بالفيكيا. عندي برشا حاجات في مخي وان شاء الله تتبعوني وتاخذوا من عندي الافكار. كيما انا زاد ساعه ساعه نحيرش باش نطيب بالاخص في رمضان، نحل نحطها كي نختار حاجه من اليوتيوب تجيني الفكره ونطيبها. انت هو انسان مش عنده كل شيء حاضر في مخه، يسعى للحاجه تو يلقاها حاضره بجنبه. الشوربه زاده هايكا حضرت، حطيتها في صحفه باش نوريها لكم كيفاش. وصليت طريقه سيتا ساتت في جل وخس كيف كيف حطيتها في صحن وباش تشوفوها معايا. المقرونه هاك متراو فيها كل كعبه وحدها، اخزرك التبسي كيفاه يشهي، قرنين الفلفل المقليين، المقرونه، الشوربه، السليطه، وحطيت لها رشه نعناع شايح. الشوربه كيما قلت لكم لونها فاتح. مصلي على النبي، ان شاء الله تعجبكم وصفتي ونلقاكم في امان الله. وباي باي بسلامه الناس الكل. ما تنسونيش كالعاده باللابوني والجيم والكومنتير. وباي باي بسلامه الناس الكل، نحبكم باشا باشا.